تعطى لنوادي المسنين واستمرارا بالحي الداعم والمركز والمراكز اليومية المنتشرة في مناطق سكنية كبرى مثل شبرا عمر، سحنين، ضمرة، دبورية، ناصرة و كبر مندا وضمرة. طبيعي احنا كنا في الأخير في 2013 بدأنا بمشروع سميناه النادي الثري. النادي الثري عبارة عن نادي مسلمين يحتوي مجموعة مسلمين بحاجة أكثر لخدمات مشابهة لما يعطى في المركز اليومي. إمكانيات أكثر، فعاليات أكثر، وجه الفطور، وجه الغداء، اهتمام بصحة المسلم، اهتمام بعلاج المسلم. هاي النوادي موجودة منتشرة اليوم بطرقوس أغلب قرانا كمان حوالي 40 إلى 50 مجمع قروي موجود فيه اليوم نادي الثري. هاي النوادي بلشت اليوم عندنا حتى في التحليل في عراب الجدار حنا بداية نريد إن شاء الله في عندنا في اسطنبول في معدة حربيت في قسوطة في بلغار في القيعة في بيت جام وكل طبعا انا بحكي عن منطقه كثير في بلدات القرى كمان نوادي مشابهه. طب استاذ اذا انا على كيف شايف ان مدير نادي الحسين مدير نادي الحسين في تحقيق يعني لا ننسى اذا عرضنا يعني اذا بدنا نحكم على الاقرام ونطلع على الخدمات الاجتماعيه خدمات المدير
في سخرين المنطقة، وما يوجد اليوم من خدمات المسلمين في سخرين المنطقة لا شك أن رامي صلاحة له الباع الطويل واليد الكبرى في توسيع وتقديم خدمات المسلمين. الأخ رامي في تعليقه للسخرين الأخوان من زمان كل المنطقة كما تعرض في جرح الناس وشاعر في كابول في كوكب في فرش بغور الجمعية المسلمة الجمعية المنطقية وليس الجمعية للتخفيف فقط، ولذلك خدمات الجمعية متسمة اليوم وصلت حتى انه قسم من النوادي الثرية حديث عنها قبل شوي. الجمعية المسلمة في التخفيف هي اللي عم بتديرها، مثال في ميدان الأسد في مزرعة، بعد ما يكون عندنا كمان نادي ثاني واليوم حنتكلم مع فتحي أبو يونس، بيكون عندنا كمان نادي ثاني في الديار الغربية لأنه فيها نشيد مسلمين بدهم يوصلوا على المركز اليومي، فبدهم يوصلوا على النادي الثاني في الناحية الغربية من الصحيح. أستاذ مهنا، يعني أنا بدي أسأل سؤال، يعني أنتم كمسؤولون كمسؤولين يعني تتعاملون مع المسلمين على مدار سنوات عديدة، يعني ما هي النسبة أو النتيجة أو الفرضيات التي تعملون بها لإقناع هذا المسن للخروج من بيته ولأن يكون يعني فردا من بيت المسن؟ تعرف احنا مجتمعنا العربي بضل مجتمع انه يعني انا بضل ببيتني مع اولادي مع احفادي، ما بدي انا اطلع من البيت. يعني هاي الفكره تغلبتوا عليها، ايش نسبه التغلب كانت؟ بدايه احنا بعدنا نحلم في مجتمع تقليدي موجود عندنا ويحافظ على المسلمين، الواقع للاسف السليم غير ذلك. الواقع انه مسلمينا اليوم بتواجدوا في البيوت عم بيعيشوا سنوات طويله، لا تنسى كمان انه في عمر الانسان في تزايد مستمر، اذا كنا نحكي قبل 20 او 30 سنه او 30 سنه عن 65 ل 67 سنه عمر الانسان، اليوم متوسط عمر الانسان بالسيد 80 للمراه و 84 للرجل، لا للرجل 80 للمراه 84، وصدق العربي للاسف يكون اقل 79 للمراه و 79 للرجل. وهذا الكلام بقول لك لان عنده سنوات يعني 24 لمرات موجود في 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 داخل بيته، شو الخدمات اللي بتعطى لهذا المسن حتى يمنع ترتيبه ببيت الاباء؟ طبعا مش ضد بيوت الاباء، ولكن افضل محل للمسنين يتواجدوا فيه والبيوت الطبيعيه، الخدمات المجتمعيه اللي بتعطى لهذا المسنين لهذا الشعب المسنين ممكن تمنع ترتيبه في المؤسسات او على الاقل تأجل الترتيب للمخدمات ممكن افضل. كل الخدمات اللي بتعطى هنا انا يعني حكيت بشكل بسيط عن الخدمات اللي وزارة الرفاه الاجتماعي بتطولها، ولكن احنا عم نحكي على قفزه نوعيه اللي كانت في السنوات الاخيره، مراكز يوميه، احياء داعمه، نوادي مسنين، نوادي ثريه، كل واهم شغله يعني بقول او خلينا نقول التحديث الجديد اللي صار اخر سنوات سنتين هو بدايه مشروع بنسميه احنا مشروع مكافحة العنف والتنكيل بالمسن. هذا المشروع بلشنا فيه في شفا عمل موجود في الناصر، موجود اليوم في عشر وثالث كمان منطقة سخنين، إن شاء الله بالقريب راح نكون في تمويل لهذا المشروع من أجل علاج الحالات الخاصة، حالات اللي فيها تنكيل بالمسن، حالات اللي فيها تعنيف للمسن، إساءة التعامل مع المسن، يكون فيه له اهتمام طبيعي كمان بالإضافة إلى ذلك توعية جمهورنا، توعية أبنائنا، توعية الجمهور بشكل عام. المسن يجب أن نحافظ عليه، المسن يجب أن يبقى داخل أسرته، المسن يجب أن لا يعنف، المسن يجب أن لا يستغل اقتصاديا، المسن يجب أن يعيش بكرامة. هاي أهم الأهداف تبعنا اللي إحنا نصب إلى وحدنا كوزارة رفاه اجتماعي لا يمكن نقوم في دورنا. وحكيتها قبل شوي لأخ مازن غنايم رئيس مديرية سخنين، بحاجة للسلطات المحلية بشكل عام والسلطات المحلية العربية بشكل خاص أن يحطوا موضوع المسلمين على برنامجهم. يكون موضوع المسلمين هو موضوع مهم اللي يهتموا فيه، يعطوه تخصيص. أنا مبسوط لتواجده هنا، مبسوط لتواجد عضو الكنيسة مسعود غنايم اللي كان موجود معنا هون، هذا الشيء لا شك دائما هو بيتواجد معنا.
كثير من الفعاليات المشابهه اللي حط موضوع المسلمين المسلم العربي صدد البحث شو ممكن نعطي المسلمين تبعنا من اجل انه عن جد قسم من ما اعطانا كاولاد. البرنامج طلع حيز تنفيذ يعني بعد جهد جهيد حوالينا قرب شهرين من العمل المضني يوميا كنا احنا نعمل ترتيبات من وراء هذا البرنامج في عندنا طاقم من 7 أشخاص اللي هم قيمين على البرنامج اللي بيعملوا بتفاعلوا حتى يتم هاي النتيجة. فالحمد لله اليوم الحضور عندما يقارب أكثر من 100 سن من 30 بلد. هذا البرنامج طبعا احنا بيعملوا بالسنة مرة لأنه تكاليفه طبعا باهظة والعروض اللي بنقدمها العروض الثقافية كان دبكي وكان غناني وكان زجل كثير مكلفة لدرجة ان احنا ما بنقدر نقوم فيها في أكثر من مرة بالسنة. يوم من هزاي بيكلف ما يقارب 100 ألف شيكل وخليك على باقي الأوراق أو اللي لازم إحنا نجهزها التجهيزات اللي لازم نحضرها مع الشرطة ومع الإسعاف ومع الإطفائية. فعمل مضني إحنا ما بنقدر نقوم فيه أكثر من مرة بالسنة والحمد لله إحنا كبول قليل دائم خير من كثير منقطع إن شاء الله. أنا سألتك